النهارده احنا عند دكتور فاشوخان، احسن دكتور سنان فيك يا هند. لو انتم شايفين معاه واحد من المرضى بتوعه بيهز دماغه، وبعدين هيرش عليه ايوه على وشه بنج عشان خاطر، وبعدين هيديله خنقه كده عشان خاطر ايه؟ الخنقه دي بتمنع الدم انه توصل للرقبه فوق، فما يحسش ببقه، ما يحسش بدماغه وهو بيعمل له ايه اسنانه. وبعدين خلاص تمام، هيمسك اهو الكماشه ما شاء الله. ادي واحد درس، ادي تاني درس، ادي يلا يا باشا التالت، الله اكبر، الرابع، الخامس، حاجة يا جماعة يشوف مية مية. دلوقتي بقى الحمد لله هي قطنة ببنج، دي قطنة معصورة ببنج يا جماعة، بيحطها له جوه بقه عشان خاطر بيقول له ايه ما تشيلش هم خالص، ان شاء الله هيبقى زي الفل. يلا يا باشا.